عايزين نشوف فما استفدتش فما دخلتش اذا كانت الفكره موجوده ومفعله بالنسبه لي. لكن بعيد عن ما لهاش علاقه بوجودي في المكان ده. صوت الجلسات. وبعدين يعني عايزك يعني الرغبه في يعني في كده تخش معترك زي كده في صعوبات كبيره جدا خاصه في الارياف. ده ملوش غير مقصد واحد بس، اللي انا عايز اخدم بلدي. بلدي اللي هي الشرقيه مش غير بلدي مصر. يعني عايز اقول لك انا من محمد، فانا لما بفكر جديا عندي طموح معين ان انا اعمل اضافه لبلدي. لو انا بتكلم على مصالح شخصيه طب انا خلاص انا في مصر في مكان يسمح لي ان انا اودي خدمات شخصيه لو انا عاوز خدمات شخصيه. لكن انت كل انك انت ليك هدف معين تخدم خدمات عامه. وخلي بالك السبب في استقالتي من وزاره التخدير ورغبتي في عدم الاستمراريه فيها هو انتخابك الشعب وليس مديري تنفيذ تعالى الكوره. يعني انا واخد الخط ده وانا عارفه ان انا هبعد. انا من وزاره الداخليه مش مع احترام يعني معروف من الظباط اللي كنتش مثلا متفرج زي ما كنت متفرج لا. فبالتالي كانت استمراريتي موجوده. اللي دفعني ان انا اخد قرار ان انا اكمل وابعد عشان اعمل حسابي ان الخط بتاعي راح لمجلس الشعب. صوت الامير علي طبعا ده كان في طبعا مجلس اداره ياخد قرار فيه. كل واحد شايف ان الاعتبارات الوطنيه والكلام ده الافضل والاولى لينا ان صوت الامير علي يكون صوت مصر. لكن دي فيها ابعاد تانيه بقرار مجلس اداره. فكرك لو جيت كل واحد قال له مجلس اداره على جنب قلت له قلت له يقول لك طبعا الامير علي وده طبيعي ابن بلدك ابن وطنك ابن فاهم. لكن في الاول وفي الاخر الاتجاه طبعا هيكون بقرار مش قرار زياده ما حدش اتكلم فيه لحد ما بكلمك ما جاش توجيه. لا الايام والوقت هيروح ما جاش توجيه. بس الكورة لسه ما استقرتش على اسلوب الاربع اشهر القطر يوم الاربع اللي جاي اجتماع. حضرتك كنت عاطف في مكتب العلاقه حميمه جدا ولجنه الانديه اصلا جزء من اتحاد الكوره. لكن لجنه المسابقات الوضع الطبيعي ان ادارتها من اتحاد الكوره ودي مش محل خلاف يعني. يعني يمكن كانت فتره كده كان في بعض الفجوه الشد وشد الوضع لكن ما فيش خلاف بس تبعيتها لاتحاد الكوره هي اللي مش هيحصل من كده. كل احترامي